والمثل بيقول ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي على الاطلاق. ده الحقيقه الوضع او الكلام اللي ينطبق على الوضع الحالي لمنتخب شباب المصري في تونس. يعني احنا امبارح كنا كلمنا حضراتكم وتابعنا اخر التطورات وقلنا انه الدوله الحقيقه وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع وزاره الصحه ومع وزاره الطيران المدني هيبعتوا طياره عشان عوده البعثه، وكلمنا على انه الترجمه المنطقيه لده هو القضاء على حلم جيل من اجيال المنتخبات الوطنيه في الوصول لكاس العالم، وده حلم كبير زي ما اتفقنا واتكلمنا امبارح بالتفصيل، حلم كبير لاي لعيب كوره خصوصا في بدايه حياته لما يطلع يلعب كاس عالم ياخد خبرات يجي له عقود احتراف، بالتاكيد ده كان هيساهم بشكل كبير جدا في او هيصب في مصلحه الكره المصريه. النهارده الحقيقه في جديد ونتمنى الحقيقه انه يكون ليه تاثير ايجابي على الحلم اللي لسه ما ماتش بشكل كامل، واعتقد انه الامل اتجددت وهنتكلم بالتفصيل طبعا مع حضراتكم في بدايه حلقتنا وهنتابع من تونس اخر التطورات في الموقف. مساء الخير على حضراتكم مره ثانيه ومساء الخير يا ساره.